يعني صار ضغط عليه، اكو حمله كبيره على المدربين المحليين، لازم انت تعرفه يا استاذ على التعلام. انتم كلكم مجمعين على وجود الحمله، حملة لكن كبيرة. من يقود هذه الحمله ما حد لحد الان كاشف هذا. لا نعرفهم. اي والله كشفوا لي اللغز، فلان يقود الحمله ضدنا. قال هسه انت انا ضيف اسال، انا شغلي اسال ضيوف. اي انا شغلي اسال. شوف انت عندك شايف شلون هذا مشروع 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 لازم ينجح من برا. من برا اي مشروع، هذا مشروع كبير ومشتغلين عليه، وبس اكو ناس عابره عليهم ماشي عليهم لا 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 يعني ما يصح الا الصحيح بعدين، وانت تعرف يجوز بداخلك والكل تعرف، بس بالاخير مشروع اللي يقوده ناس من خارج المنظومه الرياضيه لو ناس داخل الاتحاد. لا لا داخل المنظومه مو، لا تقل الاتحاد واحد، انا ما المنظومه الفاعله بالرياضه، انا المهم اكو ناس تقود عندهم مشروع صار سنين يشتغلون عليه وتوجهوا ونجحوا به من خلال الاعلام من خلال بعض الامور وتسقيط تسقيط. هسه اكو ناس يعني يطلع ما يجي على مثلا يريد هسه كابتن علي يحكي له كلمه ما يدري على نياته يعني يمكن في 50,000 يحكون عليه خلص. لا لا قصدي وجهه نظرك، بس انا ما ادري خليه يحكي، احنا شنو اللي مسوينا احنا وجهه نظر. شوف قحطان هذا اللسان الله عز وجل خلاه، اي ما دام اني صاحب مبدا طبعا واعرف ان هذا الكلام اللي اتكلم به صح اتكلم به، انا ما اوجه وما ابني افكاري على وفق توجهات هذه التوجهات. مو هسه انا استذكرت كابتن قحطان يحكي وقبل وجود الحملة على المدرب المحلي، وبينك وبين الله تجاوب. ايه اجاوب انا بدون ما تقول. اول من طعن بالمدرب المحلي تتذكر تجد مدرب. ايه هو المدرب المحلي. ايه طبعا. منو سقط بيك وسقط باخرين دربوا المدرب؟ هذه بشوف يعني انتم اعطيتوا فرصة للناس. ايه احنا شو نسوي؟ عندنا مدربين من ما يدرب يتخبى. لا شنو انطى فرصة مثلا بالاداء الغير جيد؟ لا 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 يطلعون مدربين يعني يتكلمون. تطلعوا تحكي. ايه ليش طلعوا حكي مثلا؟ بنتيجة معينة مثلا؟ والله بأي شيء. قحطان بطل آسيا. ما حكوا عليك وانت بطل آسيا. ما خلوا لي سكة والله يعني أنا حتى مرات تحياتنا روان الناهي يومية كان يكتب علينا، هسه ماكو طفة ولا يكتب على المنتخب ولا تحياتنا إله والله مشتاقي له، والله ماكو كل ساعة ناس تدز لي هاك 10 مرات 20 مرة 30 مرة، فيعني الناس كانت مهتمة تسقيط ليش؟ هذا هم حظ بس روان ذكر بس روان لا مو بس روان لا مو بس روان، روان كان يكتب قوي يعني يوميا كلها كانت بالضد من الاتحاد، يعني تصور انت مدرب عملت فتره معينه حسبوك عليه من على الاتحاد زين مو هم وياي كانوا مدربين بقوا ليش ما تحسبوهم؟ عمليه التزوير الحاليه هسه احنا بعمليه تزوير الفريق ذاك اللي والله انا احنا شويه اخلاق